باركان الجار رئيس جمعيه التجار مدينه تيزنيت. كنشكروا تيزنيت 24 على هذا اللقاء هذا باش نوضحوا للناس بعض المشاكل اللي خلات هذه المداره، هذه الاشغال ديال هذه المداره اللي داروا هاد الناس. اولا المقاربه التشاركيه ما كايناش مع هاد الناس، المقاربه التشاركيه كان عليهم هاد الناس ملي جاو وبداو ديريك، يعني ملي غيبداو خصهم يجلسوا مع الناس وخصهم يجلسوا مع موالي المحلات هنا اللي في طريق اكادير وطريق بولميم. كاين هنا وكاله الاصفار، كاين هنا فنادق، كاين هنا المحلات التجاريه، وكاين اللي كاري بواحد الثمن اللي هو خيالي، كاين اللي كاري ب 10000 درهم، كاين اللي كاري ب 15000 درهم، كاين اللي كاري ب 20000 درهم وقل. واصلا كانت واحد الجائحه اللي كلشي كيعرفها بانه داز واحد عام ونص ديال الجائحه، ديال الناس عانوا، هاد الناس ديال التجار عانوا كثيرا من هاد الجائحه. ومن بعد الجائحه جات عاوتاني ديك السدان ديال القرار ديال السدان ديال 8 الليل، وجا في رمضان تا هما قال لهم كاع سدوا نهار رمضان كامل. ها هذا يعني وحنا ها هما سادين دابا في رمضان ما كاين والو، والناس هاد الناس مساكن معولين على هاد الايامات ديال الاعياد وهاد المناسبات. ربي كاع التجار نساري على اللعب، لا ميدنا اللي غيدلاني اللي غيطفني المحلات. بالنسبه للمداره اللي غيدير الاشغال اللي كيسلاين غير اللي كاينين الجديد، كاينين كاع مع الاشغال اللي رايلي غير المداره مع الجماليه المدينه، ولكن ادوني لي الضرر كاين غير بالنسبه للتجار اللي غير المحيط والمحلات اللي غيدلانين اتين تضراكيس ما كان تضراكيس كاين غير ودا غير صدقنا حتى دار الثقافه دار الثقافه ورديك شي محتيا صغير كاين يوصل دنا حيل كرا الاكسي كرا المنفذ صغير ودنا حيل نيري نستحتا المشكل ما نفرقي اللي نغير الشارع على اللعب لا اللي غادي نقنا دار الثقافه ايدو موازاه مع شارع بيران زران انت يوش كد ارى الرومبا غادي يحبس كيز اللي دنا حتى يعني حتى انت اللي سكن غير سوق الميم حتى انت تحبس الرومبا يعني ميدنا كل شيء طافن كل شيء يعني ميدنا كل شيء طافن مسات الزرين الرومبا نكن يحبسنا حنا كنا ما زنت سكان غايا دوري كي ما يسيس من ديال التسنات لان دنا ميدنا غير هذا ولا ديرش ولا دنا حياش غير هذا ولا كران غالي اتي حتى بتي طاكسي غير ستي رمز بلاد ولا كران غالي اتي ولدرتي ما غاستي طامز ولا الكراسي غير ديرش كران ولا كروسا اتي يعني نكني غير طوقنا غير دوسو دنا حكيت لي يعني بمعنى انه نكني غير هذا محاصر انا غير انا جينا هنا خويا صبحنا لقينا هاد الاشغال هادو لقيناهم اخويا قلبوا كاع هاد الشيء هذا ما فهمنا حتى حاجه قالوا كا سيدي سدوا هاد المدرة غيصاوبوها ما عرفناش حنا مدة الأشغال ديال هادشي شي كيقول 3 شهور شي كيقول 5 شهور شي كيقول 7 شهور الله أعلم واللي داكشي اللي في علم ديالنا حنايا لقينا بأن هاد المشروع كان تعطى شحال هادي وجالسين دابا هاد الناس هادي تا لهاد المدة هادي عاد بداو فيها الأشغال ما عرفناش حنا هادشي شكون اللي كيدير واش مجلس البلدي ولا السيد العامل كصاحب المحلات التجاريه بشارع اللعب لا راه حنا مضرين بالنسبه لهاد الاشغال اللي كتقوم بها كالمجلس ولا كسميتو يعني ما علمونا ما داروا لنا شي مساله يعني وحنا دابا مضرين يعني سادين لينا الطريق من دار عند من عند دار الثقافه يعني لا ما كيدوز لا سميتو اللي باغي داخل اساكا كيوحل فيها اولا ضرنا من جهه كورونا ثانيا في هضره رمضان حتى هو ثالثا انا الرومبا سدو علينا كيف يعقل حنا باش غادي نخدموا سدو علينا دابا الرومبا كيف يعقل فينا غادي نخدموا حنايا دابا يعني احسن يقولوا لنا سدو ديريكت ويهنيونا يعني المجلس ما استشر معنا ما دار معنا حوار ما علمنا ما دار والو اي خدمه حتى حاجه ما دارها كيفاش بغيتونا نستثمر نزيدوا لقدام ودابا راه كاين عيد الفطر على الابواب وكاين عيد الاضحى على الابواب وكاين بالنسبه للصيف ولا اشغال يعني لحد الان ما عرفناش شحال المده ديالها واش شهور كما كيقولوا ولا 3 شهور ولا عام بحال هاد المشاريع اللي كاينه في يعني بين الطريق اللي شاده بين اوروبا وافريقيا نورمالمون خصها تكون فيها ثلاثه ديال ليكيب تدخل بالليل وبالنهار يعني هذا الشيء يدوز سميتو وفينا هما في هذيك الايامات ديال الحجر ما يخدموش فيها علاش الاسباب ما عرفناش دابا شنو حنا الحل ديالنا حنا في هذا الشيء حنا كتجار حنا راه ضايعين في هذا الشيء هذا وكنطلبوا التعويض هذا شنو هما التعويضات ديالنا من هذا الشيء هذا المداره كتهم الناس ديال تيزنيت وهي اللي هي ضروري هي المتنفس ديال تيزنيت راه كلشي دابا واقف تيزنيت راه التجاره كلها واقفه بهاد المداره يعني حنا دابا معولين على كما قلنا الاعياد العيد الصغير جاي والعيد الكبير جاي وموسم الصيف راه هاد المداره راه خرجت على كلشي اصلا تيزنيت فيها الكساد وهذا كنطلبوا السيد العام قلنا يدخل يخدموا 24 ساعه على 24 ساعه ويجيبوا اليات كثار يعني هذا الشيء غيضربوه 3 مو تقريبا ويخدموا بالليل ونهار وخاصه هنا ما فيهش السكان انا راه فيه غير الناس اللي سادين دابا لوطيلات كتشوفوا كلشي الفنادق هما اللي كاينين راه سادين خصهم يخدموا 24 ساعه على 24 ساعه يسرعوا باش يشوفوا في هاد الناس يخمموا في هاد الناس وهاد الناس شنو دابا القضيه ديالهم واش التعويض شنو اللي غيعوض لهم هاد المده ديال 7 شهور اللي قالوا هما 7 شهور